بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي ومباراة الإنتاج الحربي والأهلي في الأسبوع ال 19 من عمر الدوري العام المصري، التي سوف تقام إن شاء الله على ملعب الأهلي ويه، وإحنا كلنا لسه بنعيش الأجواء الرائعة ديت بافتتاح ملعب الأهلي ويه. ببساطة ومن غير أي زيادات، الأهلي غير، الأهلي أفعال، الأهلي مش أقواله بس، الأهلي بيصمت ولكن من أجل العمل والإنجاز، وهو ده ببساطة اللي حصل يوم الأربع 12 أغسطس 2020، يوم تاريخي مهم في تاريخ النادي الأهلي، بداية الحلم الكبير جدا. الأهلي أصبح له ملعب خاص بيه، ملعب الأهلي وي، وزي ما قال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، تحقيق الهدف الرائع ده مش معناه نسيان الحلم الأكبر اللي هو إنشاء استاد خاص بالنادي الأهلي، ومجلس الإدارة لم يتخلى عن الحلم ده طبعا كان مشهد أكثر من رائع وحدث تاريخي وفخر لكل الأهلوية، وكانت احتفالية رائعة. النهاردة فيفا أصدر حكمه في قضية الزمالك وكهربا. الحكم كان فيه عدة بنود. أول بند يجب على محمود عبد المنعم سليمان دفع 2 مليون دولار لصاحب الدعوة الزمالك لخرق بنود تعاقده بدون سبب بجانب فائدة 5% على المبلغ الذي تم تحديده في 6 يناير 2020 حتى تاريخ الدفعة المالية. البند الثاني، نادي أفيش أيضا اللي هو كان النادي اللي منتسب ليه كهربا ضمن الغرامة، ولاحظوا نادي أفيش هو اللي ضمن الغرامة مش النادي الأهلي، ومسؤول بشدة عن الغرامة المذكورة سلفا. نمرة ثلاثة، يجب إبلاغ صاحب الدعوة المدعي بشكل سريع بحساب البنك الذي يجب دفع الغرامة له على وجه السرعة. أربعة، يجب تقديم أدلة من كهربا وأفيش على دفع المبلغ المالي في المدة المحددة. طب نفترض أنه هو ما دفعش في المدة المحددة، في حالة عدم الدفع المبلغ في المدة المحددة كغرامة في ظرف 45 يوم فسيتم تنبيه اللاعب قبل اتخاذ الإجراءات التالية. إيه هي الإجراءات بقى؟ نمرة واحد، حرمان اللاعب من اللعب في المباريات الرسمية حتى دفع الغرامة لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، وسيتم رفع الإيقاف سريعا بعد أن يتم دفع المبلغ نهائيا. رفض أي ادعاءات أخرى. هنا بقى مربط الفرس. إيه هي الادعاءات الأخرى؟ دي اللي طلب بيها نادي الزمالك في شكوى ضد كهربا وضد الأهلي. نادي الزمالك كان عاوز إيه؟ كان طالب بتعويض 9 مليون دولار وتغريم الأهلي ماليا وحرمانه من القيد بحكم إيه؟ إنه متداخل. لكن فيفا كلامه كان واضح وقال إن موقف الأهلي مع التعاقد مع اللاعب سليم 100%، ونادي الأهلي غير مدان 100% وقانوني وفقا للوائح، وبالتالي أي حديث عن أي أمر آخر ده بيبقى مهاترات، لأن التعاقد جاء بالطرق المشروعة وبما يتفق مع اللوائح والقوانين، ولا توجد أي خطوات سلبية من جانب النادي الأهلي في هذا الملف. وده أكبر رد على الاتهامات الباطلة التي وجهها نادي الزمالك في ذات الموضوع، لأن الأهلي لا يسلك سوى الطرق المشروعة. رفض فيفا كل الشكاوى ضد الأهلي في هذا الملف، وبذلك يؤكد بما لا يدعو مجالا للشك أن ثوابت الأهلي راسخة ولن تتغير. طبعا ده شيء جيد وشيء مش جديد على النادي الأهلي ان كهربا ما يتوقفش وفقا لما قدمه من مستندات، والغرامة التي تم توقيعها على اللاعب بالتأكيد لديه من المستندات ما يحفظ حقوقه أمام المحكمة الرياضية اللي هيطعم من خلالها على قيمة الغرامة. كمان كل الإدارات المعنية في النادي الأهلي تتابع هذا الملف، مش هتسيب كهربا لوحده، باهتمام وعناية بما يحفظ حقوق النادي واللاعب، خاصة إن كهربا لاعبا في النادي الأهلي، وعمر ما النادي الأهلي كان بيستغنى عن لعيبته ما وقفش جنبها. وطبعا بمجرد ما اللاعب بيقدم استئناف على الحكم بيكون الحكم كأن لم يكن لحين إصدار الحكم النهائي من المحكمة الرياضية. عايز أتكلم معاكم بقى في حاجة مهمة جدا، الموضوع المثار اليومين دول رمضان صبحي، حلم أمريكا والعودة للأهلي. أي حد أو في ناس كتير جدا بتحلم بتكون في أمريكا، لكن حلم العودة للكيان انتماء كبير قوي، وأنا عشته. وإن الأهلي بمن حضر والكباتن مختار التتش، كابتن الوحش، كابتن صالح سليم الله يرحمهم، شيخ طه اسماعيل، كابتن حسن حمدي، كابتن الخطيب، كابتن مصطفى عبده، مش عايز انسى حد،
ربنا يديهم الصحه، وائل جمعه، تريكه وغيرهم اللي تركوا الفريق، لكن الاهلي لم يقف على احد، والاهلي كمل مسيرته في كل البطولات. عايز اتكلم معاكم في نقطه مهمه جدا تبين لكم قيمه الاهلي العظيمه جدا، والاختيار هو اللي بيحسم حاجات كتير جدا في ايه؟ في حياه كل واحد فينا، واختيارك هو اللي بيحدد مصيرك. تتحاسب عليه امتى بقى؟ تتحاسب عليه بعد كده. انما ارتباطك بالاهلي قيمه كبيره جدا بمعناها الحقيقي، انا عشتها. الاهلي ليه فلسفه خاصه جدا، فلسفته انه بيحافظ على فريق، بيحافظ على كيان. الفريق هو اللي بيعمل البطولات، مش الفرد هو اللي بيعمل البطولات، الاهلي هو اللي بيعمل الفريق. فانيلا الحمراء ليها قيمه كبيره جدا عندنا، مش هتقدر تتعوض. وانت عليك الاختيار، اما الفلوس اما المكان. قصه رمضان صبحي بالظبط باختصار عايز اتكلم فيها معاكم في وقت بسيط جدا. لما كان في الاهلي رمضان كان ايه؟ ولما مشي من الاهلي رمضان كان ايه؟ ولما رجع الاهلي بقى ايه؟ رمضان صبحي في بداياته مع الاهلي اصبح نجم بيسير بخطى جيده، ويسير على خطى النجم نجمنا العالمي محمد صلاح، مع الفرق في المستوى طبعا، لكنه استعجل في تجربه الاحتراف، وضغط على رئيس مجلس الاداره السابق المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي في ذلك الوقت، واحرجه وقال له عايز احترف، واحترف بالفعل في ستوك سيتي. ولكن انا بقول ان الخطوه دي كانت ينقصها بعض الخطوات، كانت خطوه كبيره جدا على رمضان في الوقت دوت، لكن بعد كده كان مكسور الجناح، احيانا قاعد على الدكه، واحيانا كثيره بعيد عن الدكه وبعيد عن المنتخب. رمضان هو ووكيله كان حلمهم انهم يرجعوه تاني للنادي الاهلي. الاهلي قدر فعلا يرجع رمضان للحياه، الاهلي فرق مع رمضان جدا، واداه المنتخب الاولمبي مع كابتن شوقي غريب زيه زي لعيبه كتيره جدا، وقدمها للمنتخبات بعد ما وقف على رجليه. يعني النادي الاهلي هو اللي رجع رمضان من انجلترا ووقفه على رجليه وقدمه للمنتخب الاولمبي مع كابتن شوقي غريب. ايه اللي حصل بعد كده؟ رمضان بعد كده تالق في الاهلي، والاهلي بدا المفاوضات بدري جدا، عشان الناس اللي بتقول ان الاهلي اتاخر، الاهلي بدا المفاوضات بدري جدا، وبدا يتكلم مع النادي الانجليزي من شهر ابريل اللي فات، كان في اتصالات مستمره مع مسؤولي نادي هيدرسفيلد الانجليزي، لكن ناديه كان رافض عشان كورونا. التوقيت دوت كان الدنيا كلها واقفه عشان خاطر كورونا. والنادي الاهلي ما قصرش، متكلم من شهر ابريل اللي فات، وقال نادي هيدرسفيلد ان الامور مش واضحه قوي، لازم ننتظر، لكن الاهلي ضغط. رمضان ما كانش فيه عروض ليه بصراحه، غير عرض من نادي الزمالك، وعرض من تحت الترابيزه من انبي، وعرض تركي ضعيف. الاهلي تعامل مع الموقف بشكل احترافي وخلص كل الامور مع النادي الانجليزي، علشان كده كان في دفع الفلوس في اعارته موسم ونص، الا ان اللاعب اللي هو رمضان زي ما قلت الاول لم يحدد موقفه، كان موقفه مايع. زي ما قلت لكم ان الاختيار هو اللي بيحسم اي مصير لاعب. عليك انك تحدد اختيارك اللي هتتحاسب عليه قدام الناس وقدام الجمهور وقدام ناديك، وتتحمل تبعياته. الاهلي لما ضغط على مسؤولي هيدرسفيلد وتوصلوا لاتفاقات، لكن رجع النادي الانجليزي وقال لازم ناخد موافقه رمضان صبحي، وده اللي حصل. بعد النادي الاهلي ما اتكلم مع النادي الانجليزي واتفق معاه، رمضان صبحي طلب مهله، انا اسف، انا العرض اللي هو كان من تحت ترابيزه ما كانش من انبي، كان من بيراميدز. المهم طلبوا مهله، وبعد مماطله صرح وقال ايه رمضان؟ ان رغبته هي الانتقال لبيراميدز. الاهلي لما اتكلم مع رمضان صبحي وحصل على الموافقه على انهاء المفاوضات مع النادي الانجليزي، وافق الاهلي على كده. مين اللي اداله الموافقه؟ رمضان صبحي لما قعد مع المسؤولين في النادي الاهلي، هو اللي خلى الاهلي يتكلموا بدري مع المسؤولين في هيدرسفيلد علشان ياخدوا الموافقه النهائيه، بعد ما خدوا الموافقه النهائيه من رمضان صبحي. وفي الوقت دوت لما خدنا الموافقه النهائيه من رمضان صبحي، ابتدى مسؤول كبير في النادي الاهلي يقول نخش بقى على ان حسين الشحات يعمل عمليه جراحيه، هياخد فيها وقت وهيغيب، عشان كده كنا مستنيين لاخر لحظه، يمكن الناس ما كانتش تعرف الكلام دوت خالص، فهيغيب فتره اعتمادا على ايه؟ ان رمضان صبحي مستمر زي ما قال. وكلمه الراجل، كلمه الراجل هي اللي بتحدد.
وفي مسؤول في النادي مش هقول لكم على اسمه قال كان عنده هاجس شويه من ناحيه استمرار رمضان صبحي، ما كانش واثق في كلامه قوي، وده من مماطله اللاعب، وقال ان اللاعب في التجديد عند استعارته موسم اخر رمضان ماطل فيه شويه، عشان كده الاهلي تعاقد مع محمود كهربا لتامين هذا المركز. اللي انا بقوله لكم ده مفيش حد يعرفه، وكمان اول مره يتقال، ومع مماطله رمضان صبحي تعاقد الاهلي مع طاهر محمد طاهر كمان من مقاولين العرب. يعني الاهلي تعامل مع الموضوع باحترافيه كامله، وعمل كل ما هو متاح لاستمرار رمضان، وان النادي الانجليزي راعى استعاره الاهلي للاعب وتحمل راتبه، وتحمل راتبه موسم ونص، وده كان عامل في انهاء الاتفاق، ولكن كل ذلك توقف عند رغبه رمضان صبحي وتغيير اتجاهه، واعلن عن رغبته الحقيقيه ان هو عايز يكمل مع نادي بيراميدز اللي قدم عرض كبير جدا. اللي عايز اقوله لرمضان ولغيره من اللعيبه، عليك بانك تحسن الاختيار وتتحمل تبعياته، انت اللي هتتحاسب على الاختيار ده، انت مش انت رمضان، اي واحد يسلك مسلك رمضان. ندخل في مباراه النهارده، تاني مباراه رسميه للمارد الاحمر. توقف، اول مباراه كانت مع انبي، والنهارده اول مباراه على ملعب الاهلي. وي في المباراه الاولى حققنا فوز مهم جدا على انبي بهدفين ولا اروع ولا اجمل لمحمد هاني وعلي معلول. النهارده مواجهه قويه امام فريق الانتاج الحربي اللي بيمر بظروف صعبه جدا بسبب اصابه عدد من اللاعبين بفيروس كورونا. ربنا يشفي الجميع ويشفي كل اللاعبين المصريين من اللي عندهم كورونا، ويعافي كل المصريين. الاهلي بيدخل مباراه اليوم بحثا عن هدف واحد، وهو تحقيق الفوز ومواصله الانتصارات وحسم البطوله مبكرا. طبعا زي ما احنا عارفين الاهلي حقق انتصار كبير على الانتاج الحربي في مباراه الدور الاول، وفوزنا برباعيه نظيفه. احرز الاهداف رمضان، حسين الشحات، جونيور اجاييه، وليد سليمان، وان شاء الله النهارده نحقق الفوز ونصل للنقطه 55 ويواصل فايلر تفوقه بحثا عن حسم اللقب مبكرا. فايلر اختار قائمه الفريق لمباراه اليوم، بيضم كلا من محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير ده في حراسه المرمى، علي معلول، محمود وحيد، محمد هاني، احمد فتحي، رامي ربيعه، محمود متولي لخط الظهر، اليو ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، محمد شكري، جونيور اجاييه، مروان محسن، اليو باجي، ومحمد فخري وجيرالدو. بخلاف مباراه الانتاج الحربي والاهلي اللي هتنطلق ان شاء الله الساعه 9 النهارده، اتلعب النهارده ثلاث مباريات ضمن مباريات الاسبوع ال 19. الساعة 4 كان الجونة والاتحاد وانتهت بالتعادل 1-1. الساعة 6:30 وادي دجلة وحرس الحدود لسه لحد دلوقتي. المباراة الثالثة كانت الإسماعيلي والمصري، كانت محل جدل كبير، ورفض مسؤولي المصري إقامة اللقاء، وكانت مواجهة بين المصري والإسماعيلي زي ما قلنا، والحكم أطلق صافرة النهاية بانسحاب النادي المصري. وكده لو استمر يعني او احنا طبقنا القانون هيبقى فوز النادي الاسماعيلي 2-0. هنشوف ايه اللي هيحصل من اللجنه الخماسيه وايه القرارات بالظبط. دلوقتي هنستعرض جدول الدوري، هنروح لشريف شعبان مراسل قناه الاهلي من فندق الاقامه عشان نعرف كواليس معسكر الاهلي قبل مباراته النهارده امام الانتاج الحربي، ونروح كمان للزميل كريم احمد من ملعب مباراه نطمن على الترتيبات النهائيه. ساعة مساء اللفت نظرنا النهارده اذا كان وجبه الفطار او وجبه الغذاء، الاهلي بدا يستعين ببوكس، بدا يستعين بادوات بلاستيك، ما بيستعينش خالص بادوات الفندق خالص اذا كان اطباق او شوك وسكاكين. الاهلي غير هذا النظام خالص، جهاز اداري يعني بيشتغل على كل الظروف المحيطه ليه. احنا عارفين ان احنا في جائحه كورونا، الاهلي بيحاول يحافظ وبيحاول يحمي لاعبي النادي الاهلي من جائحه كورونا على قد ما بيقدر، بيحاول يتخذ الاجراءات الوقائيه اللي بتحمي سلامه اللاعبين وبالتالي تفيد منتخباتنا الوطنية إذا كان منتخب مصر الأول أو باقي منتخباتنا. طبعا زي ما قلت لك اللعيبة كلها النهاردة في وجبة الغداء أو وجبة الفطار كان بوكس موجود عليه الرقم تي شيرت اللعيب. في الأكل طبعا دكتور عبد الرحمن دكتور التغذية، كل لاعب هياكل إيه موجود في البوكس بتاعه، وأدواته البلاستيك موجودة، حتى الكوبايات الزجاجات المية كلها بلاستيك عشان خاطر الاستعمال الواحد. دعواتكم ودعوات كل الأهلاوية بإذن الله النهاردة يكون يوم سعيد لكل جماهير النادي الاهلي. هنتحرك مع النادي الاهلي بعد قليل الى ملعب المباراه، وباذن الله باذن الله يكون يوم سعيد للاهلاويه. كابتن شوقي عوده ليك من جديد، اتفضل.
شكرا شريف. ودلوقتي هنروح لمراسلنا في ملعب المباراة كريم أحمد. قناة الأهلي في كل مكان، تحدي جديد النهاردة لفريق النادي الأهلي، الإنتاج الحربي والنادي الأهلي هنا في استاد الأهلي والسلام طبعا في الجولة 19 من بطولة الدوري العام. الحمد لله يمكن أقدر أطمنك بشكل عام على فريق النادي الأهلي حتى هذه اللحظة، أقدر أقول لك لم يصل فريق الإنتاج الحربي والنادي الأهلي، لكن كل الترتيبات هنا على أعلى مستوى. احنا عارفين طبعا أن مباراة اليوم هي من تنظيم نادي الإنتاج الحربي، لكن كالعادة طبعا يعني استاد الأهلي هنا حاجة أكثر من رائعة، وكل الأمور إن شاء الله تكون مهيئة لفريق النادي الأهلي. أرضية الملعب، الدخول، الخروج، كل الأمور إن شاء الله تساعد النادي الأهلي النهاردة في حصد 3 نقاط هيكونوا مهمين جدا لفريق النادي الأهلي في مشواره الحفاظ على لقب بطولة الدوري العام. عايز أحط طبعا كل جمهور النادي الأهلي في الأجواء الخاصة بها المباراة، سواء للتشكيل أو الغيابات الخاصة بفريق النادي الأهلي أو أيضا كمان القائمة الخاصة بمباراة اليوم. أبدأ معاك سريعا يا كابتن أيمن بالقائمة: الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، علي معلول، محمود وحيد، محمد هاني، أحمد فتحي، رامي ربيعة، محمود متولي، ديانج عمرو السليه، حمدي فتحي، وليد سليمان، جيرالدو، محمد فخري، وأليو باجي، ومروان محسن، جونيور أجايه، محمد شكري، ومحمد مجدي أفشة. غيابات كثيرة كالعادة طبعا لي في صفوف فريق النادي الأهلي، لكن ثقتنا كبيرة جدا في كل اللعيبة. الحمد لله لعيبة النادي الأهلي على قدر المسؤولية، ما بتتأثرش بأي غيابات. لكن لو أبدأ معاك النهاردة بالغيابات، على رأسهم طبعا أيمن أشرف لحصوله على الإنذار الثالث، أيضا كمان أحمد الشيخ اللي بيخرج النهاردة من قائمة المباراة، شعر طبعا بألم خفيف بعد المباراة الأولى، هو كان عنده زي ما قلنا 10% ألم، كان عنده كدمة قوية جدا في التدريب، لكن خرج أيضا كمان من القائمة. بينضم له طبعا للرؤية الفنية صالح جمعة وعربي بدر، وللتأهيل محمد محمود واستمرار حسين الشحات للغياب، وأيضا محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف. كمان عايز أتكلم على طاقم التحكيم النهاردة، يمكن وصل بالفعل محمود عاشور حكم ساحة، يوسف البساطي، أحمد نوفل، وطارق سامي حكم رابع، وحكام الفار جهاد جريشة وإبراهيم محبوب. لسه طبعا حتى هذه اللحظة التشكيل لم يخرج ولم يصل الفريقين، لكن من خلال رؤيتنا من التدريبات ومن خلال رؤيتنا بشكل عام لتدريبات فريق النادي الأهلي قبل هذه المباراة، أقدر أقول لك لن يخرج التشكيل عن التشكيل المباراة اللي فاتت، مباراة إنبي طبعا، لكن نقدر نقول يعني خط الظهر حراسة المرمى طبعا الشناوي، خط الظهر من الشمال اليمين علي معلول، متولي، رامي ربيعة، محمد هاني، في المنتصف ديانج وعمرو السلية، على الأطراف جيرالدو او وليد سليمان، يعني لسه طبعا النقطه دي ما اتحسمتش لمستر ريني فايلر. الناحيه الثانيه طبعا جونيور اجايه، وفي الهجوم محمد مجدي قفشه ومروان محسن. ان شاء الله يا كابتن ايمن كل الظروف تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي، ثقتنا كبيره في كل اللعيبه النهارده، عايزين نشوف شخصيه النادي الاهلي من اول دقيقه في الملعب، روح الفانيله الحمراء. وباذن الله كالعاده يا كابتن ايمن يكون معاك التشكيل الرسمي لفريق النادي الاهلي مجرد وصول اللاعبين والجهاز الفني بالكامل. عوده ليك كابتن ايمن، ولا في استفسارات؟ انا معاك يا كابتن. شكرا جزيلا كريم. لفت نظري في التقرير ان النادي الاهلي حريص جدا 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 عن طريق الطاقم الاداري بتاعه ان هو يحافظ على لعيبته. بنقول تاني، يحافظ على لعيبته، علشان الاصابات اللي حصلت في بعض الانديه الفتره اللي فاتت، النادي الاهلي زي ما شفنا في معسكر الفريق في الفندق ان هو كل الادوات اللي هي بيستخدمها لاعبي الفريق والجهاز الفني والاداري كلها من البلاستيك، تستخدم لأول مرة وتترمي بعد كده، وده حفاظا على اللعيبة وعلى الأجهزة الفنية والإدارية. ودي يا ريت حاجة الأندية كلها تتبعها، مش عايز أقول إن هم هيقلدوا النادي الأهلي، ولكن حفاظا على اللعيبة اللي عندكم، وعايزين كلنا هدف واحد إن الدوري يكمل بإذن الله بدون إصابة أي عدد من اللاعبين. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكرام بإذن الله. We'll be right back.
بنرحب بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، بنرحب بضيوف الاستوديو التحليل النهارده، كابتن علاء ميهوب اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا طيب. كابتن محمد يوسف اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن ايمن اهلا وسهلا. كابتن عادل مصطفى اهلا بيك يا طيب. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا طيب. كابتن هاني العجيزي منورنا. منورنا نورك يا كابتن. الله يخليك. قبل ما نخش في الاجواء بتاعه المباراه، احنا كلنا قضينا يوم جميل جدا يوم الاربعاء اللي فات، واحنا كلنا كنا متواجدين في الحدث الكبير دوت، وهو افتتاح استاد الاهلي. وي كابتن علي مهوب، كلنا شاركنا في اليوم الرائع دوت، وكلنا كنا بنحلم كلاعيبه ان احنا يكون عندنا استاد زي ده بالظبط. عايز شعورك لما دخلت الملعب وشفت الاجواء دي. هو اليوم كله كان حلو من بدايته يا ايمن. الدخول نفسه لملعب الاهلي ودي حاجه حلوه قوي كالعاده طبعا. يعني انا دايما بقول كلمه، اسم النادي الاهلي في اي مكان انت ضامن انك هتلاقي حاجه في منتهى الروعه، وده اللي انا متاكد منه. معموله حاجه حلوه قوي، شكل الملعب حلو والارضيه شكلها حلو قوي، الديكورات اللي حوالين الملعب تحس انت داخل لا مكان مش في مصر. ملعب كده شكله اوروبي حلو قوي، الاضاءه حلوه قوي، الاستقبال كان رائع من كل المسؤولين في النادي الاهلي. احلى حاجه في اليوم ده كله اني قابلت كم لعيبه من اللعيبه القدامى. كان يوم جميل جدا جدا جدا. صحيح بجد، يعني انا كنت مبسوط جدا، شفت كل اللعيبه اللي كان بنكلم بعض بس من بعيد لبعيد، لكن التجمع نفسه عايز اقول لك يعني قضينا حوالي اربع خمس ساعات. صحيح. لا 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 بس كانوا متغيرين شويه في ناس اتغيرت تماما او لا يعني في ناس اتغيرت تماما، لو افتكرها بصوره القديمه انت فاهم، اللي هو الصوره القديمه انا فلان الفلاني فاهمني. لكن هو اليوم كان حلو قوي، ودايما النادي الاهلي اي حاجه موجود فيها دايما تبقى حاجه رائعه، وفعلا كان يوم حلو قوي، وملعب جميل وافتتاح رائع. وبجد اليوم انا اليوم روحت مبسوط جدا، وزي بقول لك ايمن كان التجمع الحلو قوي بتاع لعيبه النادي الاهلي القدامى كلهم، تحس ان كلهم روحهم واحده وكله فرحان. يعني تخيل احنا لعيبه مبطله بقالنا سنين. صحيح. لكن تحس داخل الملعب انت فرحان انك شايف حاجه للنادي الاهلي، تحس انت اللي هتلعب على الملعب ده. مظبوط. فهي دي السمه اللي دايما في اولاد النادي الاهلي، انك مهما تبعد ومهما تكبر لكن اي حاجه خاصه بالنادي الاهلي تحس ان هي خاصه بيك انت شخصيا. صح. بصراحة يعني أنا عن نفسي كان في أجيال ما لعبتش معاها خالص وما شفتهاش خالص. بس حسيت إن إحنا أسرة واحدة. ما أنا بقول لك يعني أنا في ناس أصغر مني وفي ناس لعبت معاها وفي ناس بتتفرج عليها، لكن تحس تجمعنا في نفس المكان يا إما تحس لا تجمعنا على حاجة واحدة، إن إحنا فرحانين قوي عشان اللي بيحصل في حاجة تخص النادي الأهلي، إحنا اللي موجودين في الإستاد ده، ودي حقيقة شعور لكل الناس. صحيح. في فرحة يعني يا سبحان الله، فرحة كده الناس كلها فرحة قلبها قلب واحد، عارف أنت؟ صحيح. إحنا فرحانين كلنا لأن النادي الأهلي بياخد خطوة جديدة. صحيح. يعني دايما النادي بياخد خطوة جديدة زي لما اتكلمنا على القناة والاحتفال الرائع والشكل الرائع اللي ظهر بيه قناة الأهلي. ما أنا بقول لك اسم الأهلي توقع حاجة رائعة، يعني بص شكل الإستاد، لا الشكل بقى حتى من بره الإستاد شكل حلو قوي. طبعًا بشكر كل الناس اللي قاموا المجهود الرائع ده للاستاد الاهلاوي، وان شاء الله يا رب يا فتحه خير النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله. كابتن محمد، كان حلم كبير جدا ان النادي الاهلي يكون ليه استاد، وبقى لينا الاهلاوي دلوقتي، بس ده برضو زي ما قال الكابتن محمود الخطيب ان ده ما ينسناش ابدا ان احنا في حلم اكبر لينا، ان احنا يكون لينا استاد عالمي للنادي الاهلي. مظبوط مظبوط. هو طبعا فعلا يعني الـ 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 الاستاد الاهلوي في حلم اكبر، هو ان احنا نعمل استاد للنادي الاهلي، استاد مستقل للنادي الاهلي. لكن انا برضو عايز اشكر النادي الاهلي واشكر مسؤولين النادي الاهلي، دايما بيعملوا شراكه ودايما سباقين، بيعملوا شراكه مع المؤسسات الناجحه. مؤسسه وي من المؤسسات الناجحه، ايضا وزاره الانتاج الحربي، وفي نفس الوقت كمان النادي الاهلي دائما ناجح في افكاره في سباقه في ابتكاراته. لما رحنا طبعا يوميها في الاستاد كان حاجة جميلة جدا. كابتن علاء يمكن قال نقاط كلها وغطى النقاط كلها، وقال نقطة من النقط اللي هي حلوة ان احنا اتقابلنا وشفنا بعض كلاعيبة واجيال سابقة، وفي نفس الوقت كمان ارضية الملعب كلنا اتفقنا ان احنا كلنا كنا نتمنى ان نرجع تاني نلعب من جمال الارضية بتاعت الملعب. عندنا وصول فريق النادي الاهلي الملعب المباراة. ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. و كمل. فالواحد كان فخور جدا باليوم ده، وكان يعني عايز اقول ان ينتمي او شرف لاي واحد انه ينتمي لمؤسسه
كبيرة جدا زي النادي الأهلي، سواء كنت لاعب، سواء كنت مسؤول، سواء كنت يعني في أي مكان أو أي بوزيشن كنت شغال فيه، ده شرف لأي حد. يبقى حاجة كمان إن الشكل واللي معمول بيه من أول ما تخش بعربيتك من باب الاستاد فعلا حاجة معمولة على أعلى مستوى وعلى أعلى يعني مستوى من التجهيزات ومن الإمكانيات ومن الديكورات، الصور اللعيبة وانت داخل، لا حاجة محترمة جدا، وإمكانيات كمان جوه أوضة اللبس حاجة يعني فاخرة جدا. نتمنى ان شاء الله ان يتحقق عليه بقى البطولات القادمه ان شاء الله، وعندنا اول مباراه هي مع الانتاج الحربي، وبعد كده طبعا المباراه اللي هيلعبها النادي الاهلي على هذا الملعب. ونتمنى بقى طبعا زي ما قال كابتن محمود، هو الحلم الكبير ان يتم انشاء وبناء ملعب او استاد يبقى خاص بالنادي الاهلي، ده بقى يبقى حاجه بتاعت النادي الاهلي، ده الحلم الكبير، ده الحلم الكبير باذن الله. كابتن علي، انت لعبت على الملعب ده، انت وكابتن هاني لعبت ولعبت قبل كده، لما دخلت وشفت الاجواء ديت تاثيره ايه هيبقى على لعيبه النادي الاهلي النهارده في اول مباراه ليهم على الملعب ده، بعد ما بقى خصوصا نجيله الملعب المباراه؟ اول حاجه انا مش عايز بس احمل اللعيبه فوق طاقتها، طبعا اللعيبه بتادي بشكل كويس الفتره اللي فاتت، ولكن النهارده احساس مختلف، اول مباراه ليك على ملعبك، اسم النادي الاهلي موجود في الملعب، وانت داخل صورك موجوده في كل حته، في اوض اللبس زي ما شفنا، الناس هتشوف النهارده كمان اوض اللبس والممر وانت داخل الملعب، وصورك موجوده في تحت المدرجات، ودي غالبا مش موجوده في كل انديه العالم. انت بتشوف في ريال مدريد وبرشلونه بنشوف حاجات جوه اوضه اللبس، لكن جوه الملعب بص الملعب صورك كلها موجوده في الملعب، فده حافز ليك كبير جدا. واتمنى النهارده ان شاء الله يكون في مكسب ويكون في اداء كويس عشان يبقى يليق بالافتتاح العظيم من يومين. انا واحد من الاهلاويه المحظوظين ان انا حضرت افتتاح القناه فازهى صورها، وكنت كمان موجود في اول مباراه للنادي الاهلي او اول يوم في احتفاليه النادي الاهلي يبقى عنده ملعب تحت اسمه تحت رايته. اعتقد كل الناس اللي مرت على النادي الاهلي نجوم بكامل يعني بمختلفات الاعمار ومختلف الازمنه، يعني كلهم بيتشرفوا بده، ودي حاجه من الحاجات اللي يعني تكمله لكلام كابتن علاء وكابتن يوسف، واحنا موجودين مع بعض في احترام الاجيال، احترام الاجيال يعني موجود معاك كابتن علاء ميهوب، كابتن ربيع ياسين، مش عارف كابتن علاء عبد الصادق، في ناس كابتن اسامه عرابي واجيال مختلفه بعدهم، كابتن محمود صالح وبعدهم كابتن يوسف وحضرتك، يعني في ناس في اجيال متعاقبه ما شافوش بعض، ما لعبوش مع بعض، بس في احترام متبادل، احترام النادي الاهلي مش احترام للشخصي، عيله النادي الاهلي، العيله، احترام العيله. انا ممكن ما اتعاملتش شخصيا مثلا مع ناس كتير جدا، ولكن في الاول وفي الاخر انا بحترمه ان هو تحت رايه النادي الاهلي. مظبوط، وده اللي بيفرق مع الناس كلها، حتى في شغلك الناس، حتى حب الناس ليك، حب الناس ليك بيجي من رايه النادي الاهلي. هو يعني في نجوم كتير جدا عندهم امكانيات عاليه جدا اعلى من لعيبه النادي الاهلي، ولكن حب جمهور الاهلي لعيبه الاهلي هو جاي من الرايه، جاي من حبه للكيان، مش من حب الشخص نفسه. الشخص بيبني تاريخ طبعا، وبيعمل بطولات وبيحاول يطلع احسن حاجه عنده، بس هو في الاول وفي الاخر هو محبوب مش عشان شخصه، هو محبوب عشان هو تحت رايه النادي الاهلي. ودي حاجه ناس يعني اتمنى الناس كلها تبقى فاهمها. في ناس كتير لعبت منتخبات كان نفسها في يوم من الايام تحط اسم نادي الاهلي، لعب منتخب مصر كتير جدا عنده 100 وحاجه مباراه دوليه واحترف. ونفسها ان هو يبقى النادي الاهلي حتى لو شهر. مزبوط. حتى لو مباراه. مزبوط. فدي حاجه كبيره، حاجه يعني حاجه كلنا لازم نفتخر بيها. ان شاء الله الاستاد ده يبقى مرحله او بدايه لان احنا يبقى عندنا تكيف، ان احنا يبقى عندنا استاد لحاجه اعلى بعد كده، ان احنا يبقى عندنا انشاء استاد كبير ان شاء الله مملوك للنادي الاهلي. وده زي ما احنا عندنا قناه، اول نادي عنده قناه خاصه بيه، ان شاء الله يبقى عندنا اول نادي عنده استاد مملوك بشكل خاص، وبالتوفيق ان شاء الله في القادم. واعتقد دي بدايه قناه والاستاد بدايه لحاجات ثانيه احسن كتير جدا متعودين عليها من النادي الاهلي. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم مع الاستوديو التحليلي، عندنا المسابقه النهارده توقع نتيجه المباراه، والنهارده الجائزه عباره عن خمس تيشيرتات
5 تيشيرتات للنادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، والتيشيرت اللي انت عايزه ان شاء الله لما تكسب عايز توقيع عليه النجم المفضل بتاعك، احنا بعد ما تكسب هنحقق لك الامنيه دي ان شاء الله. التوقع على مواقع التواصل مع قناه الاهلي. كابتن هاني، شفت اليوم ده والحدث الكبير ده ازاي؟ اهم حاجه طبعا اول حاجه عايزين نطمن على نجيله، بس نجيله كويسه من الاوزان اللي كانت موجوده في الملعب يعني. لا الحمد لله عملوا صيانه امبارح. لا طبعا الحقيقه يعني انا طبعا عايز ابارك لجمهور النادي الاهلي طبعا وجمهور والمجلس الاداري النادي الاهلي. بصراحه كلنا كنا فخورين بالانجاز الكبير اللي شفناه في يوم الافتتاح. يعني دي تاني حاجه في خلال فتره قصيره يا كابتن ايمن. يعني اول حاجه كانت قناه النادي الاهلي، وطبعا شفنا التجهيزات وشفنا الشكل المحترم والشكل الجميل اللي احنا شفنا بيه القناه. بعدها حوالي 10 ايام او باسبوعين كتير قوي نلاقي برضو في حاجه تانيه اقوى، استاد النادي الاهلي. يعني حاجه فعلا لازم النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي واي حد بينتمي للنادي الاهلي لازم يبقى فخور بال 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 باللي حصل في خلال الفتره الزمنيه القصيره دي. طبعا كلنا كنا سعداء طبعا ان انا شفت ناس، يعني بصراحه انا يعني ناس كبيره في السن، يعني انا كنت بتفرج عليهم وانا صغير، يعني واحد زي كابتن سمير كمونه، واحد زي كابتن محمود، ده الناس دي كنت بحبها جدا، وكنت يعني ببقى مبسوط جدا لما بشوفهم بيلعبوا موجودين في الملعب. كابتن خالد بيبو مش عايز انسى حد طبعا، لكن الناس دي اللي ما لعبتش معاها، الناس دي لما شفتها عن 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 قرب لقيت يعني نفس الطريقه يا كابتن ايمن اللي انا شفتها من ابو تريكه ومن بركات مع حفظ الالقاب طبعا ووائل جمعه، نفس الطريقه ونفس التفكير ونفس الاحترام برضه. يعني مع اني اول مره اتعامل معاهم دخلت لقيت الكابتن سمير بيتكلم معايا، بيتكلم معايا كويس جدا، بيقول لي بالتوفيق. كابتن محمود ابو دهب نفس الكلام، كابتن خالد بيبو، الناس كلها بتدعمك مع انك لسه صغير. يعني دي حاجه طبعا لما تلاقي نجم كبير زي الاسماء الكبيره دي لما بتدعمك وتقول لك بالتوفيق وخطوه كويسه والكلام ده كله، طبعا فده بيديني دفع كبير جدا، وده بحس فعلا ان انا فعلا يعني موجود في اعظم نادي في افريقيا، مش في مصر بس. فطبعا كلنا كنا سعداء باللي حصل في الافتتاح. طبعا ببارك طبعا تاني وتالت لجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، وبقول يعني كلنا لازم نبقى فخورين باللي بيحصل في الفتره دي من انجازات من مجلس اداره النادي الاهلي. انت كنت اخر لعيب تقريبا كنت بتلعب في الملاعب، صح؟ وانت في الموقف دوت وانت داخل الاستاد ايه كان شعورك لو كانت صورتك موجوده؟ لا طبعا دي حاجه طبعا يعني حاجه كبيره جدا لما تدخل استاد يكون استاد خاص بيك وخاص بالنادي بتاعك والناس النادي اللي انت بتنتمي ليه، دي بتدي دفع كبير ليك وبتخليك ان انت بتنزل الملعب. يعني النادي الاهلي طبعا معروف ان لعيبته بتنزل بتموت نفسها في الملعب وروح النادي الاهلي وروح التيشيرت والكلام ده كله، فحاجه زي دي طبعا بتبقى برضو عليها ضغط على يعني عليها ضغط على الفرقه اللي جايه يا كابتن ايمن. لما تلاقي فرقه جايه من بره وبتشوف ال 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 الحاجات الصور والمدرجات كلها احمر والكلام ده كله، طبعا الكلام ده كنا بنشوفه لما بيكون في جماهير في الملعب. فطبعا دلوقتي لا، دلوقتي بقى في يعني حاجه زي الجماهير بالظبط كده، حاجه مش طبعا مش حاجه تعوض الجماهير طبعا، لكن الصور والحاجات دي طبعا بتدي برضو باور للعيبه للنادي الاهلي طبعا. فاتمنى طبعا ان الحاجات دي كلها يعني اللعيبه تكون يعني تدي النهارده على قد على على يعني مستوى كويس، ويعني ترد للناس لمجلس الاداره ان احنا لا موجودين، وان احنا انتوا بتساندونا وبتدعمونا، لكن احنا موجودين وان شاء الله هنحقق بطولات للنادي الاهلي باذن الله. باذن الله رب العالمين. النهارده الماتش هيشهد عوده الكابتن مختار بعد اصابته بكورونا. هنروح تقرير والتقرير عن الكابتن مختار وعن المباراه وهنشوف ونرجع مره ثانيه. مختار مختار، حمد لله بالسلامة. تنفس الملايين من جماهير الكرة المصرية بصفة عامة والأهلوية على وجه الخصوص تنفس الصعداء بعدما تماثل مختار مختار نجم الأهلي الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق الإنتاج الحربي للشفاء من فيروس كورونا، فقد وضعت الملايين يدها على قلبها بعدما أصيب النجم الكبير بهذا الفيروس اللعين مؤخراً. وتضرعت الجماهير لله داعية شفاء الخلوق مختار مختار الذي عرفه الجميع نموذجا للتفاني والاحترام. فرض مختار مختار نفسه على الجميع بفضل أخلاقه التي لا يختلف عليها أحد،
لذا كانت الصدمة قاسية على الجميع بعدما تعرض مختار مختار للإصابة بفيروس كورونا. وعاشت أسرة النجم الكبير فترة صعبة، ومعها ملايين من الجماهير الكروية التي ترى في مختار مختار نموذجا لا يتكرر كثيرا في الإخلاص في العمل. كانت فرحة الجميع كبيرة بتماثل مختار مختار للشفاء من محنة كورونا وعودته لمباشرة عمله في فريق الإنتاج الحربي، فهو المدرب الذي يعمل بحماس وجدية ويرفع شعار العمل عبادة. مختار مختار من أصحاب المدارس الفنية صاحبة الريادة في الدوري المصري، ومعهود له بتقديم أداء قوي أمام الكبار بعيدا عن اسم النادي الذي يقوده، فهو صاحب تاريخ وصولات وجولات أمام الأندية الكبيرة. واجه مختار مختار الأهلي 22 مرة في مختلف البطولات، منها 10 مباريات مع بتروجيت، ومبارتان عندما كان مدربا للمصري البورسعيدي، ومثلها مع الاتحاد السكندري وإم بي، وخمسة مباريات مع الإنتاج الحربي. وفاز مختار مرة واحدة على الأهلي عندما كان مدربا لفريق إم بي في ثمن نهائي كأس مصر عام 2011، عندما قاد الفريق البترولي للفوز بهدف دون رد سجله رامي ربيعة في مرماه، وخسر المباراة الأخرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ومع بتروجيت تعادل مرتين ضد الأهلي وخسر 8 لقاءات، ومع المصري تعادل مرة وخسر أخرى، وعندما كان مدربا للاتحاد السكندري تعادل مرتين، ومع الإنتاج تعادل مرتين وخسر 4 مباريات. كابتن علاء، طبعا مش ممكن ان احنا نعدي الموضوع المثار اليومين دول، وهو موضوع رمضان صبحي. اتكلمنا كتير النادي الاهلي بمن حضر طول عمر النادي الاهلي، يمكن من سنه 1907 حتى الان النادي الاهلي لم ولن يتاثر بغياب اي لاعب. هو انا كنت يعني شفت التقرير انت كنت بتكلم فيه ايمن عن موضوع رمضان، واتكلمت في كل حاجه يعني باستفاضه، والناس كلها اكيد في بعض النقاط ما كانتش عندها المعلومه بتاعتها، لكن المعلومه كلها وصلت. انا هتكلم في موضوع تاني خالص. انا دايما بقول كلمه كده حتى في كل كلامي، اللي بيخش النادي الاهلي شرف ليه هو، مش شرف للنادي، بس انت مش هتضيف حاجه للنادي الاهلي، انت كل هيضيفوا لك دلوقتي انت هتضيف لك انت ايه. يعني عادي كان بيتكلم دلوقتي بيقول ويوسف ان في كان ناس كتير قوي تتمنى تلعب في النادي الاهلي، دي حقيقه عشان هم عارفين قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي ده قيمه كبيره جدا جدا جدا. معرفش انا من وجهه نظري، مع كل الناس بيقول لك دلوقتي احتراف وفلوس وكده، ماشي، ما انا مش بحكر على رؤيهم، لكن انا بتكلم على تعليمته في النادي ده، او بتكلم على وقتنا. احنا وقتنا مفيش حاجه اسمها مفيش حاجه بعد النادي الاهلي، ما بفكرش. انا اهم حاجه انا في النادي الاهلي، في النادي الاهلي، فما بفكرش ايه اللي بعد كده، ما اقدرش. ممكن لو وقتنا كان في احتراف بره النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي مفيش احسن من النادي الاهلي في مصر ولا افريقيا ولا حاجه خالص. هو النادي الاهلي معروف كده، النادي الاهلي مش احسن منه في اي حاجه خالص. فانا ده بالنسبه لي مجرد وجودي في النادي الاهلي دي نعمه ربنا انعم عليا بيها كبيره جدا ان انا موجود في النادي الاهلي. انا الحمد لله موجود في النادي الاهلي 13 سنه، فانا زي ما بيقولوا لي اتربى في النادي الحمد لله 13 سنه موجود في النادي ده، تعلمت حاجات كتير جدا 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 وعارف قيمه النادي ده كويس جدا. خلي بالك انا معلش اتفضل. إيه انت بتقول ان انت عندك 13 سنه، انت ابن النادي الاهلي زي ما بيقولوا يعني، ولكن انا عايز اقول لك حاجه. انا جيت النادي الاهلي وانا عندي 11 سنه، انا حسيت ان انا موروث في النادي الاهلي بالظبط، برغم ان انا بقالي 11 سنه في النادي الاهلي او 11 موسم. انما عايز اقول لك انا في خطه تجربه بعد كده ان انا رحت امريكا وبعدت عن النادي الاهلي وعن لعيبه النادي الاهلي وعن جمهور النادي الاهلي، ولكن عمري ما انقطعت عن النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي انتمائي ليه نعمه زي نعمه الصحه والصحه كده مع ربنا. طبعا انا بقول لك يعني حاجه يعني تحمد ربنا ان انت جيت النادي ده، عشان كده دي ميزه برضه النادي الاهلي. يعني حتى لو جاي مش النادي الاهلي، جاي من بره الاهلي، انت ما بتاخدش وقت،
تحس ان انت عامل معامله ممتازه، انت واحد اخواتنا موجودين مع بعض في نفس الفرقه، مفيش مشكله خالص، تاخد بسرعه قوي، بتروح بقى شارب على طول الغيره، وانك عايز تخسر، وانك دايما غيور على فرقتك، وده النادي الاهلي. فتخيل دايما بقول لك اللي بدا في النادي الاهلي الصغار ده وكبر النادي الاهلي، صعب جدا 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 يبص في اي مكان تاني مهما كانت الاغراض، مهما كانت الاغراض. فهي واحد بيبص للاغراض الماديه، ما عشان احترام احتراف مش احتراف، انما انا من وجهه نظري وجودك في النادي الاهلي وانتمائك في النادي الاهلي وجماهيرك العظيمه اللي موجوده لا تقدر الثمن، الموضوع تماما مقفول. صحيح، دي ملا دي حطها كده في كفه، مفيش حاجه تيجي جنبها خالص، مفيش حاجه تقدر بيها خالص. هي دي انا بتكلم عن الموضوع ده، ممكن اكون وجهه نظري، ناس فينا توفيق ناس تقول لك لا يا عم ده احنا حاضر العهد والدنيا، انا مش شايف كده، انا شايف النادي الاهلي، النادي الاهلي عمره ما اتغير، هو النادي الاهلي عمره ما اتغير، هو النادي الاهلي كيانه وجماهيره بكل حاجه حلوه فيه، هو النادي الاهلي وهيفضل النادي الاهلي على فكره، وناس هتروح وناس هتيجي وجماهير هتروح ولعيبه كبيره موجوده ولعيبه هتمشي وياما لعيبه اكبر واعظم من 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 رمضان قبل رمضان راحت ومشت، هو النادي الاهلي موجود ببطولاته وجماهيره، ما بيخسرش ما بيخسرش، احنا اللي بنخسر. ما هي دي، انت بتخرج من النادي الاهلي مهما كان غلط، انا من وجهه نظري انت خسران مليون في الميه، خسرت حاجه مهمه جدا انك هتفضل طول ما انت عايش حتى لو ما شاء الله انك هيبقى اسم مقترن بالصفحه الكبيره هو النادي الاهلي. كابتن عادل هو اللي اختار. انا يعني هروح اتجاه مختلف برضو، يعني خالص عن الرياضه، هبدأ برجال اعمال. رجال اعمال بتعمل فلوس كتير جدا، بس ممكن مش مشهور، او مش هقول لك مش محبوب، ولكن مش مشهور. رجال اعمال اللي عندهم مليارات بيحاول، في ناس كتير جدا بتحاول تحت رايه النادي الاهلي، ومش النادي الاهلي بس، ممكن يبقى عايز، لو هو منتمي لاي فريق بيشجعه وعايز ينتمي ليه عشان ياخد الشهرة، مع ان عنده فلوس كتير قوي. فدي نقطة مهمة جدا، انك يعني فلوس كويسة كل حاجة، بس انك ممكن تبقى معاك 50 جنيه والناس كلها بتحبك، وممكن تبقى معاك 80 جنيه والناس كلها مش خلاص ما بقتش مرغوب عندهم او مش محبوب. الناس كلها اللي بتشتغل بعد الكورة بتشتغل عشان النادي الاهلي، عشان اسم النادي الاهلي، الراجل ده مدرسه الاهلي هيهاته، مش عشان شخصه، هو شخصه ممكن يضيف، ممكن يبقى عنده 40 او 50%، لكن ال 50% الثانيه اللي بتزكيك محمد يوسف بتاع الاهلي، علاء ميهوب بتاع الاهلي، مش علاء ميهوب لوحده ولا محمد يوسف لوحده. فاي شغل بيجي لك، اي قناه في التلفزيون بيجي لك، اي اعلان بيجي لك، اي شغل في تدريب بيجي لك، وانت ماشي في الشارع عشان النادي الاهلي، بتروح اي مكان عشان النادي الاهلي، او النادي الاهلي بحكم ان احنا بننتمي لكيان النادي الاهلي، وكان في اي حته كل واحد ليه النادي بتاعه بيحبه عشان هو بينتمي لده، لكن هو مش شخصه، ايا كان كنت نجم انت ما بتبقاش محمول شخصك بس، شخصك ما بعد الكوره واخلاقك وطريقتك وطريقه حوارك، واذا كنت لقب او لا، بتعرف تتكلم بتعرف تتكلم ما بعد الكوره ده، بس انت ليك رصيد حب الناس، فانت ممكن معاك 50 جنيه والناس كلها بتحبك ومرغوب فيك في كل حته، وخد بالك في لعيبه لعبت ومشيت من النادي الاهلي بنفس الطريقه، بتدخل اماكن بتتخبى، بيبقى لابس حاجه على دماغه ومتخبي ومش عايز حد يقعد يتكلم معاه، بعكس ما انت ماشي من النادي الاهلي. يعني مش يعني في حاجات كتير جدا كلنا مررنا بيها، الناس بتخدمك عشان النادي الاهلي، ما بتخدمكش انت لا عادل ولا يوسف ولا علاء، بتخدمك عشان النادي الاهلي. فانت ليه كان عندك نعمه كبيره بترميها، وفي حين ان انت مش راجل عجوز، انت مش كبير مثلا، عندك 40 سنه مثلا، فنفسك تعمل مستقبلك، ده لسه صغير. رمضان طبعا انا بحب رمضان جدا، وانا شايف رمضان احسن لعيب في مصر دلوقتي، رمضان احسن لعيب في مصر فنيا وبدنيا. انت ليه فرطت دي؟ ليه ربنا ادك نعمه كبيره جدا، بس خد بالك رمضان مش هيحس بيها دلوقتي. هو فكر غلط ولا حد فكر غلط؟ الاثنين اذا كان فكر غلط مشكله، ولو حد فكر له غلط يبقى اللي فكر له برضه مشكله برضه رمضان. ما انت برضه في حاجه بتعيشها، انا اللي عايش، انا اللي بحس. انا النهارده دخلت مكان مرغوب فيا ولا مش مرغوب فيا؟ انا جيت النهارده هنا في اي مكان شغل، مرغوب فيك ولا مش مرغوب فيك؟ الرغبه دي مش لازم حد يفكر لك فيها. يعني النهارده برضه ممكن يبقى مش مرغوب فيا، واحد عمال يفكر لي انت لازم تعمل كذا، انا مش مرغوب فيا اصلا خلاص. ولو مرغوب فيك وانت امكانياتك قليله، لا هتلاقي الناس كلها بتدعمك والناس كلها بتشيلك والناس كلها بتحبك،
فانت الاثنين اسوء من بعض على فكره، انك لو تفكر غلط وان حد فيه فكر غلط. كمان شفنا ناس كتير نجوم كبار لو رجع بيهم الزمن، مش عايز اذكر اسماء عشان ما حدش يزعل مني، يتمنى يقول لك انا لو رجعتني 20 سنه ورا مش هعمل اي حاجه من اللي انا عملتها. وهم كبار جدا متاخروا في اذا كان دخل سلسله تدريبي اتاخر في التدريب عشان لقطات حصلت، واشتغل اعلامي متاخر عشان لقطات حصلت. فكلها تحت رايك، انت رايك ما كانش الناس تتمنى اللي معاه مليارات، اي رجل اعمال معاه مليارات يتمنى يدخل عضو مجلس اداره الاهلي، يتمنى يدخل شراكه مع النادي الاهلي. صح ولا لا؟ بتلمعك والناس بتحبك النهارده يعني انا برضو في سياق الكلام، اي واحد عنده منتج او عنده اعلان مع النادي الاهلي، الناس بتحب ده عشان هو مشترك مع النادي الاهلي، هو شريك النادي الاهلي بس مش اكتر. يعني هو ممكن يكون ليك جمهور شعبيه، ولكن لما تبقى شعبيتك مرتبطه بالاهلي مختلفه. مش عايزين هو يبقى شعارات على فكره، الموضوع من جواك. ولو انت بتفكر بالعقليه ان انت تفكر في الفلوس بس، هتاخد فلوس هتكسب فلوس وكل حاجه، لكن بعد كده هتيجي تعطل، هتعطل في وقت وانت تحس ان انت ليه. انا في لعيب بدون ذكر اسمه كنت قاعد في مكان بتعشى انا وزوجتي، وداخل عامل كاب ومش عايز حد يشوفه. فانا قلت لزوجتي ده تخيلي بقى اللعيب ده موجود في الاهلي، هيبقى داخل هتلاقي الناس كلها جريت عليه، الناس فعلا فايته بس ما فيش عادي او الناس زعلانه منه. كان بيلعب في الاهلي يعني؟ كان بيلعب في الاهلي يعني مواقف اكيد بيلعب في الاهلي. لا مش هقول اسمه، مره يعني مره واحده احترم من الشخصيات. ففي حاجات ليها الحاجات دي فلوس، الحاجات دي في ناس بتدفع فلوس عشان تبقى اسمها يرتبط بالنادي. فانت تسيب ده وبرضو والناس الحقيقيه بتبان. يعني ممكن واحد يقعد يتكلم نفس الكلام، او ان انت تقعد تتكلم ان اللي انت عمال تطبل ما تطبلش، انت هو دي حقيقي. مش هتفهم غير لما تعيش. صح. مش هتفهم ده غير لما تعيش حاجه يوم هو النادي او تبعد عن النادي الاهلي هتعرف امتى. بالظبط. كابتن محمد يوسف كان ليه تجربه احترافيه بره، وطبعا حلم اي لعيب ان هو يحترف بره. لما انت احترفت بره كنت مفتقد النادي الاهلي؟ طبعا النقطه المهمه جدا ان الناس تعرفها للناس، ان حتى لما انت بتمثل النادي الاهلي فتره وبعدين تطلع تحترف بره بتفضل مرتبط برضه بالكيان، مرتبط بالاشخاص، مرتبط باللعيبه زمايلك، بتتابع الاخبار بتاعت النادي دايما. فدي حاجه لا وانت بتلعب مسرور اعتقد قلت اللبس طبعا. انا بقول لك ان الواحد اتربى من صغره في النادي وفضل طلع في النادي صغير وبدا يكبر سنه في الفريق الاول، بمرور السنوات لعبت حوالي 10 مواسم في الفريق الاول، وبعد كده احترفت في تركيا. فكان الحته اللي انا بقولها لك هي ان انت بتفتقد او بتحن شويه، بس طبعا في نفس الوقت انا عايز اقول ايه، عايز اقول ان هو النادي الاهلي ما بيمنعش الاحتراف، النادي الاهلي بيشجع ان لعيبته تحترف، بدليل ان ياما النادي الاهلي طلع لعيبه كتير جدا وباعهم في اوروبا وطلعهم. بل بالعكس، ده النادي الاهلي هو فيترينا قويه جدا، وكل لعيبه افريقيا بتتمنى تلعب في النادي الاهلي لانه متشاف، بيلعب بطوله افريقيا على طول باستمرار، بيروح كاس عالم انديه، بيلعب يعني نادي من الانديه اللي بتخرج لعيبه يثق، اوروبا تثق ان هي لما تاخد لعيبه من الاهلي اسمه وانجازاته سابقه. طبعا طبعا. فدي نقطه مهمه جدا، وزي ما قال كابتن علاء وكابتن عادل مصطفى، هي ان اي لعيب لما بيتواجد في النادي الاهلي ويخرج فبيحصل، وده كلام فعلا لعيبه قالته، يعني الكلام ده لعيبه قالته. في لعيبه خرجت بره النادي الاهلي ورجعت تاني، خرجت اعراض او خرجت لاي ظروف ورجعت تاني، منهم رمضان بالتحديد سافر انجلترا وكان ليه تجربه ثم عاد تاني مره النادي الاهلي، ولعيبه اخرى كانت بره النادي الاهلي وجت فقالت لك احنا يعني في فرق كبير جدا، واللي كنا بنشوفه بره غير لما جينا النادي الاهلي، انا كنت بلعب في النادي الفلاني غير اللي بشوفه في النادي الاهلي. انا عايز اعلق تعليق صغير بس او مختصر، يعني طبعا ما قيل وما يقال الان في موضوع رمضان موضوع كبير جدا. اولا ليه وجهات نظر كبيره كتيره جدا، في ناس بتقول ده الاحتراف، وفي ناس بتقول ان
يعني ان احنا في عصر احتراف وكل واحد يشوف مصلحته وده اتجاه في اتجاهات كتيره جدا وناس بتقول لا المفروض انه يجب يحافظ على انت عايز تتفاصل؟ لا هنروح للمرسله في ملعب مباراه كريم ماشي وبعدين اكمل بقى تاخير كريم بجد تحيه يا كابتن ايمن شوقي كل مشاهدينا وكل نجوم الاستوديو للتحليل بالتاكيد طبعا اجواء مباراه الانتاج الحربي والنادي الاهلي عايز ابدا معاك يا كابتن ايمن طبعا في البدايه يعني اتعلمنا كده جوه النادي الاهلي اللي يشتري النادي الاهلي النادي الاهلي يشتريه واللي يبيع النادي الاهلي النادي الاهلي عمره ما يزعل عليه دي اتعلمناها جوه النادي الاهلي قبل ما اكلمك طبعا عن التشكيل ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه الاهلي بمن حضر وكل اللعيبه المتواجده ثقتنا كبيره وثقه الجماهير اكبر في كل اللعيبه المتواجده ان شاء الله بطوله الدوري باذن الله نقدر ان احنا نحسمها ومنها ان شاء الله للبطوله الافريقيه ادخل معاك جوه المباراه يا كابتن ايمن طبعا في حراسة المرمى التشكيل الخاص بفريق النادي الاهلي زي ما اكدنا قلنا هو التشكيل الخاص بمباراة انبي هو تشكيل مباراة اليوم حراسة المرمى الشناوي خط الظهر من الشمال اليمين علي معلول رامي ربيعه محمود متولي محمد هاني في الامام اليو ديانج وعمرو السوليه على الاطراف جونيور اجايب وجيرالدو امامهم محمد مجدي قفشه وفي الهجوم مروان محسن الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي حمدي فتحي وليد سليمان بادجي محمود وحيد احمد فتحي محمد فخري ومحمد شكري ومصطفى شوبير وعلي لطفي يمكن زي ما كنا قلنا خلاص من لحظات ظهر تشكيل فريق النادي الاهلي واكيد لحظات بسيطه يكون مع زميلي فاروق صلاح تشكيل ايضا فريق الانتاج الحربي ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق في مباراه اليوم يستمر في سلسله الانتصارات وان شاء الله باذن الله يعني عندنا اثنين لعيبه باذن الله ما يبقاش في اي انذارات ليهم يعني حريصين جدا النهارده بالنسبه لعلي معلول ومحمد هاني عندهم انذارين شفنا ايمن اشرف غائب النهارده على الثلاث انذارات لكن ان شاء الله باذن الله يكونوا حريصين النهارده علي معلول ومحمد هاني ما يبقاش في اي امور تعكر صف فريق النادي الاهلي عندنا مباراه اسوان ومباراه الزمالك لكن ان شاء الله مباراه النهارده تكون من نصيب النادي الاهلي عوده ليك يا كابتن ايمن شكرا جزيلا يا كريم فضلك يا محمد كمل الكلام الوجهات النظر الكتيره دي انا عايز اختصر الموضوع او يعني اقول حاجه مختصر اولا في حقائق زي ما قال عادل حقائق دي غير قابله للنقاش وهي واحد ان النادي الاهلي ما بيتاثرش بغياب او انتقال اي لاعب لان يعني دائما النادي الاهلي من اسرار نجاحه هو انه بيدير بالتحديد المنظومه كلها باحترافيه عاليه جدا وخصوصا كره القدم ف ياما لعيبه كتيره جدا ليها علاقات قويه جدا بمسؤولين في النادي الاهلي لكن لما بيجي ياخد قرار تجاه مصلحه النادي فبيبدي مصلحه النادي ودي عشان كده بيقول الاهلي فوق الجميع عشان كده الجميع فوق الجميع يعني ايه فوق مصالح الجميع مصالح اي واحد في اولاده فالنقطه اللي انا عايز اقولها هنا رمضان انا مش عايز اقول ان حد خد له قرار دي ممنوع يا كابتن احنا النهارده مفيش حد بياخد قرارات لحد كل واحد بياخد قراراته لنفسه وكل واحد مسؤول عن قراراته وبيدرسها فانا مش عايز احمل الكابتن اكرام الكبير او شريف او لا 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 كل واحد بياخد قرارات بناء على وجهات نظره بناء على معطيات عنده هو ظروف عنده هو لكن انا بقول ايه بقول ان رمضان النادي الاهلي يعني انا كنت مسؤول في الوقت ده وفي موقفين موقف في 2016 او 15 تقريبا لما سافر احترف في انجلترا فدي كانت نقطه بالنسبه للنادي الاهلي انه الوقت اللي طلع فيه رمضان كان وقت حساس جدا وكان ساعتها المهندس محمود طاهر رئيس النادي فتم انتقال رمضان لانجلترا وده كان في وقت يعني حساس بالنسبه للنادي ورمضان زي ما قال عادل لعيب مميز كلنا بنتفق ان هو لعيب مميز ولعيب من ناشئين النادي الاهلي ولعيب ليه عايز اقول يعني ليه تقله في النادي الاهلي وليه تقله في المنتخب المنتخب الاولمبي كلنا شفنا البطوله الاخيره اللي كانت في نوفمبر 2019 وازاي لعب دور كبير جدا في الفوز بالبطوله مع منتخب مصر فدي نقطه كانت لابد انها تاخد حيز في تفكير رمضان ادي واحده اثنين لما ما حصلش انه وفق في انجلترا ودي كان لظروف هو اكيد عارفها وبعض الناس اللي طبعا فاهمه في مجال كره القدم قالوا ان رمضان طلع صغير ودخل على الدوري برده بدون تمهيد يعني لو شفنا صلاح هتلاقيه طلع الاول سويسرا ثم بعد كده انتقل لايطاليا وانتقل لانجلترا ورجع تاني وبعدين دخل على بس خلي بالك انا اعتقد ان فكر صلاح غير يعني لا انا بكلمك على التدرج عشان اخش على البريمير ليج خلاص لكن لما هو دخل على الدوري الانجليزي ما وفقش كان عنده رغبه قويه جدا انه يعود ونادي الاهلي استقبل رمضان
ودفع فيه مبالغ طبعا عشان الاعاره من هيدرسفيلد عشان يرجع للنادي الاهلي ويلعب مع النادي الاهلي. يمكن ناس كتيره جدا اعترضت في الوقت ده على الارقام الكبيره مقابل اعاره مش بيع، ده كان اعاره. فطبعا دي حاجه من الحاجات اللي لكن النادي الاهلي كان واخد قرار فيها. اللي عايز اختم بيه النادي الاهلي مش هيتاثر ولا بيتاثر بانتقال اي لاعب. والنقطه الثانيه اللي عايز اقولها برضو ان عادل قال نقطه انا متفق معاه فيها، وهي ان رمضان هيشعر بيها مستقبلا، ممكن حاليا فكره ونضجه، لان انت عارف 23 سنه غير 33 غير 43 هيشعر بيها بعد كده. نروح الملعب مره ومراسلنا فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي. مساء الخير يا فاروق. كل التحية وكل الشكر للكابتن أيمن شوقي، كل الشكر لضيوف الاستوديو التحليلي الكرام كابتننا كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، الكابتن عادل مصطفى، والكابتن هاني العيزي. خليني أقول لك كابتن أيمن، من هنا من داخل ملعب الأهلي والسلام في أول لقاء للنادي الأهلي والإنتاج الحربي بعد ظهور نادي ظهور هذا الاستاد بهذا المسمى، زي شفنا حفل افتتاح الملعب الأهلي والسلام في حفل باهر على قناة النادي الأهلي. جولة المباراة في الجولة 19 تجمع ما بين الأهلي والإنتاج الحربي. خلينا نحطك في الصورة أكتر كابتن أيمن ونتكلم على فريق الإنتاج الحربي اللي كان خاض فترة إعدادة قوية بعد عقب قرار الدولة المصرية باستئناف النشاط. كان أقام معسكر تدريبي في مدينة شرم الشيخ لمدة أسبوع، ثم لعب مباراتين وديتين أمام فريق مصر وانتهت بالتعادل السلبي. ثم آخر مباراة وآخر تجربة للكابتن مختار كانت أمام فريق طلائع الجيش بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. النهارده الكابتن نقدر نقول كابتن مختار بيعاني من بعض الغيابات من في العناصر الاساسيه للفريق، فالمره الاخيره لفريق الانتاج الحربي ارتكز شويه على النواحي الدفاعيه، وكان الكابتن مختار بيركز على النواحي الدفاعيه والتزام اللاعبين بالواجبات الدفاعيه، خاصه ان هو بيواجه فريق النادي الاهلي حجم وقيمه وقوه فريق النادي الاهلي صاحب الصداره. كابتن مختار اعلن التشكيل، وهي طريقه زي ما قلت لحضرتك بتعملوا عليها الناحيه الدفاعيه 5-2-3 في حراسه المرمى. احمد يحيى النهارده بيلعب الكابتن مختار بثلاثة في قلب الدفاع، احمد صابر ومحمد شوقي غريب ومحمود البدري في اليمين، علاء سلامه في الشمال، احمد شديد في قلب دايره المنتصف، غنامه محمد ومحمد عادل قدامهم ثلاثة، كريم لالا ومحمد رجب واحمد عفيفي. زي ما قلنا كابتن ايمن ثلاثة اللي بيلعب بيهم الكابتن مختار النهارده عشان يواجه قوه النادي الاهلي في النواحي الهجوميه، وارتكز هو وركز على هذا الامر في كلامه مع اللاعبين في المران الاخير لفريق الانتاج الحربي على قوه النادي الاهلي وقوه خطوط النادي الاهلي وقوه مفاتيح لعب النادي الاهلي. النهارده الكابتن مختار بيحاول ان هو يقفل كل منافذ اللعب على النادي الاهلي ويضيق المساحات ويقفل ويقرب المسافه ما بين الخطوط. النهارده ايضا بيقود اللقاء تحكيميا الكابتن محمود عاشور حكم الساحه، يوسف البساطي مساعد اول، احمد نوفل المساعد الثاني، طارق سامي حكم رابع، جهاد جريشه حكم فيديو، ومساعد حكم الفيديو ابراهيم محجوب. من النقاط المهمه جدا النهارده كان موجود الدكتور حسن درويش المراقب الطبي من قبل الاتحاد المصري لكره القدم، كان بيتفقد كافه الاجراءات الاحترازيه الموضوعه من قبل وزاره الشباب والرياضه ووزاره الصحه، واثنى وشكر جدا على التزام النادي الاهلي بكافه الاجراءات الاحترازيه، واشاد بمسؤولي النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي على التزامهم بكافه الاجراءات الاحترازيه. دي كانت كل التفاصيل كل الكواليس من هنا كابتن ايمن من داخل ملعب الاهلي والسلام. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شاوي وزملائنا في الاستوديو التحليلي، وانا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا فاروق. كابتن علاء، عوده الكابتن مختار النهارده لقياده الانتاج الحربي هل تمثل صعوبه في المباراه النادي الاهلي؟ اكيد طبعا وجود كابتن مختار وجود اي مدير فني مع فريق اكيد بيديله دفعه جامده جدا. كابتن مختار مدير الفنيين اللي دايما تحس ان هو مع فريقه على طول، تحس ان هو معاهم في الملعب. وطبعا مدير فني ما شاء الله عليه، طبعا زي ما كان لاعب كبير قوي ومدير فني ناجح جدا وشارك كتير قوي في الملعب، بيحافظ كتير قوي، عشان بقول لك دايما تحس ان هو موجود في الملعب، بيحب اللي هو ما بيعمل طريقه لعب ولا حاجه، التزام تام، تحس زي ما تلاقي حتى في سنه عصبيه بره، يعني اقل حاجه ما تنفذش. لكن وجوده النهارده وقود فريقه اعتقد هي دفعه جامده لفريق الانتاج. لكن بقى له فتره كبيره جدا يعني من اخر شهور، يعني من اخر ماتش كان مع المقاصه شهر 2 مظبوط 8 فبراير، ست شهور ما فيش مباريات. فحتى لو لعب مباريات وديه لكن مباراتين وديتين، لكن اعتقد هيبقى في
معاناه النهارده، معاناه كتير جدا من حظهم السيء كمان، هو النهارده كابتن مختار بعد الفتره دي بعد موضوع كورونا وربنا يا رب يشفيهم دايما كل اللعيبه ويرجع على مباراه النادي الاهلي. فدي امور كلها من فكره مختار صعبه جدا، والانتاج هيبقى في صعوبه جامده جدا. يعني هو بقى دايما في صعوبه لما يبقى فريق كامل من غير اي مشاكل، تخيل عنده مشاكل كبيره قوي ويقابل النادي الاهلي. معروف النادي الاهلي بيلعب على 3 نقاط بس، ما بتفكرش حاجه تاني، مش عايز يضيع نقاط. النادي الاهلي عايز يحسم الدوري من بدري شويه، مش عايز يبقى فيه معاناه في الحسم. عشان كده النهارده صعوبه المباراه، لكن وجوده هي اللي دفعه كويسه للفريق. هو كابتن علي اتكلم على نقطه مهمه جدا، صعوبه المباراه للانتاج الحربي، انما وجود الكابتن مختار النهارده والطريقه اللي احنا سمعنا بيها ان هو بيلعب، اللي عرفوا عن كابتن مختار ان هو ما بيحبش يلعب بطريقه دفاعيه، يعني بيفتح الجيم ما بيفتحوش قوي طبعا، بس لما حتى لو دخل فيه جول ما بيعملش مثلا زي المدربين التانيين ان هو بيكمل انه يقفل الجيم، يقفل المساحات، يقلل النتيجه، لا بالعكس بيلعب كره مفتوحه. مش متحفظ كابتن مختار من المدربين اللي يعني اللي مش متحفظين قوي بالزبط. وعنده فكر بيطبقه في معظم الفرق. يعني كابتن مختار اتمرنت معاه مرتين، يعني عنده فكر بيطبقه، وعنده طريقته كويسه مع اللعيبه، ودي حاجه من الحاجات اللي هتفهم عليها النهارده. وجوده على خط بيفرق جدا، وجود المدير الفني المحبوب. يعني ممكن تبقى مدير فني ناجح كل حاجه، بس يعني اللعيبه بتكش منك شويه، محبوب فعادي مش مشكله انت موجود او مش موجود، مش هيفرق معاك. لكن وجود الكابتن مختار على الخط النهارده على البنش، هتلاقي يعني اعتقد هيدي دفعه كويسه لفرقه الانتاج. فرقه الانتاج انا بالنسبه لي مشكلتها مش النهارده، مشكلتها في اللي جاي، انك تبدا تقعد فتره طويله جدا وتبدا سيزون جديد بمباراه اهلي بالظروف دي شويه. يعني انا متخيل ان كابتن مختار ممكن يكون ما بيفكرش في مباراه النهارده بالشكل اللي هو 100%، ممكن يكون عايز يطلع باقل الخسائر الفنيه والبدنيه، لان عنده ماتشات متعاقبه بعد كده. هي دي اللي انا شايفها بعد كده فيها خطوره على فكره الانتاج الحربي شويه، انك تقعد فتره دي طويله وتيجي تلعب مباراه تقيله، بتبقى شويه الامور بعدها فيها صعوبه شويه. فاعتقد يعني ما يكونش في النهارده النتيجه في حضور خالص؟ لا مش في حضور. كابتن مختار من الناس اللي على فكره بيأدي مباراه قدام النادي الاهلي وكل الفرق بيأدي بشكل كويس جدا. راجل شخصيه متزنه وشخصيه محترمه، فما عندوش اللي هو هلعب 50-50، بس هو برضه لازم يكون عنده حسابات فنيه ليه هو مستقبلا ان هو الماتشات الجايه هعمل فيها ايه؟ ما انا برضه خد بالك انا ممكن العب النهارده فول باور واجي الماتشات الجايه مش قادر، وخد بالك في ناس كتير جدا، في مدربين كتير جدا بيتعاملوا شويه تجاري، بمعنى ماتشات الاهلي والزمالك والفرق الكبيره ما بيأديش فيها فول باور لو عنده ماتشات تانيه بعدها مهمه. لا بيقلل شويه الفول باور بتاعه في الماتشات دي عشان ما عنده ماتشات تانيه مع خصوم هي بتنافسه في منطقته، يعني بتنافسه في منطقه يا اما في منطقه وسط الجدول، يا اما في الصراع على الهبوط. فدي شويه بيبقى ليها حسابات، لكن هو الامور صعبه ان انت تيجي تقعد فتره طويله تيجي تلعب على مباراه ترجع مباراه الاهلي تبقى الامور شويه صعبه قدام الاهلي وقدام في اي فرقه كبيره، تبقى الامور فيها شويه صعوبه شويه. فاعتقد وجود كابتن مختار حاجه كويسه. كابتن مختار مش هيلعب جيم مفتوح قوي، ولكن كابتن مختار جوه المباراه عنده متغيرات، يعني جوه المباراه مش المدربين اللي بينزلوا بيرص لعيبته زي ما الناس بتعمل ويرص لعيبته وبيستنى النتيجه، لا بتلاقي جوه المباراه عنده بيشتغل على كاونتر اتاك كتير. كابتن مختار من احسن المدربين في مصر بيعرف يعمل كاونتر اتاك، ومش وطول الوقت لعبه سريع، لعبه فيه سرعه ولعبه ايجابي. فدي حاجه برضه من الحاجات اللي ممكن شويه تصعب النهارده المباراه على النادي الاهلي في الحاجات اللي فيها كاونتر اتاك. ف يعني بنتمنى ان احنا نشوف مباراه كويسه. شكرا جدا مره اخرى كابتن حاتم يوسف، كان ليك تعليق على فريق الانتاج الحربي والتشكيل. هو طبعا التشكيل بتاع الانتاج الحربي النهارده هيبقى باحمد يحيى ومحمد شوقي غريب واحمد صابر ومحمود البدري واحمد شديد، محمد عقل وغنام، محمد نصر الملعب، علاء سلامه، واحمد عفيفي، رجب وكريم لاله في الامام. انا بس في نقطه، طبعا هو كابتن مختار ليه اسلوب دائما بيلعب بيه في الدوري وشكل يمكن عادل يتكلم عليه من منطلق انه الشكل ده دائم مع كابتن مختار. لا انا متصور النهارده ان هو هيتغير، والتغيير بتاع الشكل النهارده والتغيير بتاع الاستراتيجيه اللي تفكيره هتغير النهارده، مش هيلعب مفتوح، مش هيلعب الكره الهجوميه اللي هو بيلعبها او معتاد عليها مع اي فريق، سواء لما كان ام بي مثلا ماسك او لما كان تاجر حربي. لان في ثلاث اسباب رئيسيه. اول حاجه كابتن مختار مش ناسي ان النتيجه بتاعت الدور الاول، يعني 4-0 برضو
طبعا مع الاهلي او كل حاجه، الاهلي فريق بطولات، فريق كبير ومصدر وكل حاجه، لكن برضو نتيجه في كره القدم كان بيلعب كل حاجه طبعا، كان بيلعب فول تيم. فدي نقطه من النقط اللي هو مش هينساها، ان انا خسرت 4 في الدور الاول، فبرضو دي هتعمل حسابات ليا في تفكيري. رقم 2 وهو غياب 6 لعيبه او 7 لعيبه، لعيبه تقيله. يعني لما بتتكلم عن مثلا في حراسه المرمى، بتتكلم مثلا بازوكا في خط الدفاع، فييرا مثلا في السرعات بتاعته ويقدر يطبق الفكر بتاعه في الكونتر اتاك. عندك كمان عنده في دويدار، في علي فتحي، في سيد شبراوي، يعني عندك لعيبه تقيله اضافات للتشكيل بتاعه. دي النقطه الثانيه اللي تخليه يلعب بحفظ. النقطه الثالثه ان الانتاج ما لعبش من 8 فبراير مباراه رسميه حتى الان، فهو داخل على النادي الاهلي اللي لعب مباراتين وديتين ثم مباراه سابقه في الدوري مع انبي، خد احساس ماتشات اكتر منه طبعا، ده بالاضافه للريتم وفارق اساسا فارق الامكانيات وفارق التاكتكس وفارق الجانب المهاري والحاجات كلها اللي احنا بنتكلم عليها. لكن رغم ذلك قعد فتره طويله جدا مشتركه، فدي برضه هتاخد تفكيره انه لازم ايه يبقى محافظ، يبقى قافل. فانا متصور ان النهارده هيغير من الفكر بتاعه، هيلعب بشكل قافل قوي، دفاعي جدا، مش دفاع شويه، دفاعي جدا، لان هو كل ما يعدي دقايق في المباراه وما دخلش فيها هدف هو بالنسبه له ده نجاح. يعني هو بيدير المباراه، كل ما بيعدي دقيقتين او 10 أو 20 من غير ما يتلقى اهداف فهو ماشي في الطريق الصحيح. فالظروف انا بس كنت عايز انوه على ثلاث اسباب او الظروف دي، لان ظروف جديده، ظروف مش معتاد عليها، اول مره يعدي بيها، ست لعيبه مره واحده مصابين، قعد فتره 5 أشهر ما بيلعبش كوره، فريق ما بيلعبش كوره حتى الماتشات اللي بيلعبها حلوه، يمكن مباراه ولا حاجه، وهو بعد طلع برضه من اصابته بالكورونا، فما كانش متابع مع الفريق، وبعدين بدا ينزل الملعب تقريبا 10 أيام. فكل الحاجات دي هتخليه في تحفظ. يعني كابتن هاني بياخد من كلام كابتن محمد يوسف، بيقول ان هو هيتحفظ بتاع كابتن طارق النهارده، بالرغم ان احنا لو بصينا لشكاش حنلاقيه بيلعب باثنين راس حربه. تمام، ده على الورق، ده على الورق يا كابتن، اعتقد ان هو على الورق. يعني كابتن زي ما كابتن يوسف قال، ما اعتقدش ان كابتن مختار هيجاز النهارده وينزل يهاجم النادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما انت حضرتك عارف كمان الماتش اللي فات يعني ماشي كويس بشكل منتظم، والنادي الاهلي لعب ماتشات وديه ماتشين وديين، يعني مجمل 3 ماتشات لعبهم، الاداء كان كويس، الحاله البدنيه والفنيه للعيبه كانت ما شاء الله هايله، مفيش اصابات باستثناء بس كان ياسر ابراهيم. لكن الكابتن مختار اكيد هينزل النهارده، هيدافع طبعا، ما اعتقدش ان هو هيهاجم خالص. التشكيل يعني لحد ما كان متوقع، الناس كلها الاهلي موجوده باستثناء طبعا عنده 6 اصابات طبعا اكيد هيأثروا عليه طبعا. بالاضافه طبعا الكابتن قعد فتره كبيره، كان ايمن في البيت طبعا في العلاج من كورونا، في حوالي 14 يوم في البيت، وبعض اللعيبه حوالي 10 او 12 لعيبه برضه كانوا مصابين بالكورونا، فالموضوع بالنسبه لهم صعب جدا. شايف ان الظروف المحيطه بالفرقه يعني الله يكون في عونك يا كابتن طارق طبعا، بس هي دي كوره، ولازم لازم يعني تتعامل مع اي حاجه بتمر بيها. لكن انا شايف النهارده باذن الله يعني ماتش، يعني شايف ان النادي الاهلي النهارده هيسيطر طبعا، تشكيل النادي الاهلي حضرتك هتقوله ونبدا نتكلم ان شاء الله بعد كده. يعني هو هيلعب براس حربه واحد اللي هو محمد رجب، اعتقد ان هو هيلعب لعبوا 5-4-1، هيلعب كريم رجب رقم 10. كابتن علاء، عندنا تشكيل النادي الاهلي، محمد الشناوي، محمد هاني، رمضان ربيعة، والمتولي وعلي معلول، وتهير وحيد، ورمضان ربيعة النهارده، جيراردو، عمرو الشناوي، ويانج، ومجدي قفشه، مروان محسن، وابيح. شكل ورقه قدام 4-4-2، ولكن نفس البدايه اللي كانت في مباراه كويس، دي نفس بالظبط تشكيله مستر فايلر، واضح ان هو بيحاول مش حاجه تصميم، وحاول بيعمل حاجه 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 حاج
شايف ان جهوده بدنيه من اجهز الفرقه كلها كلها مروح طبعا ده الاكيد. ممكن يكون بيفكر في الوداد فهو مش متاكد ان الوداد متابع النادي الاهلي متابع الدوري المصري عايز يشوف كل نقاط النادي الاهلي. ممكن يكون بيلعب بالطريقه دي تحسبا للوداد ممكن يخليه يبني على حاجه ويبدا بحاجه ثانيه خالص مباراه الوداد. هو بيبدا كده وبعدين من خلال المباراه بيغير. هو ما عندوش مشكله ان هو غير طريقه من الملعب في الملعب نفسه كويس. الملعب مش مشكله عنده لعيبه تقدر تتحرك فيه زي ما هو عايز مش لازم تغيير من بره الملعب. ممكن يكون دي وجهه نظر ايمن هنشوفها لكن هو مصمم على التشكيله نفسها او طريقه اللعب نفسها هو مقتنع بيها او بيحضر لها حاجه او بيلعب بيها الفتره دي بس لان مش دي مش طريقه لعبه من اول ما وشايفين برضه جيرالدو واقف في الناحيه الشمال قدام كابتن علي معلول. هل ده بيمثل على تقدم علي معلول خصوصا ان جيرالدو لما بيخش جوه قوي يعني هيخش على عدته ناحيه اليمين ودي مش عدته اصلا؟ هي ليها كذا شغل. هنتكلم في بدايات علي معلول. اي مدرب بيقرا المنافسين قبل المباريات اول حاجه هيلعب عليها علي معلول. المفتاح الرئيسي الاول والاخير وكل حاجه ونسبه اذا كان بيديك استحواذ او بيديك تقدم من جوه الملعب او من الاطراف
علي معلول المفتاح اللعب الهجومي الاول للنادي الاهلي. فانت طبيعي اي مدرب بيتفرج على النادي الاهلي اول فكر ليه ان هو يوقف علي معلول. وده باين في مباراه افريقيا اللي بيبقى اعلى من الدوري المصري وباين في الدوري المصري. فبالتالي انت حتى النهارده ازاي كانت مختار تلعب بخمسه عشان علي معلول عشان التقدم بتاع علي معلول. دي اول حاجه. فده كان شويه عائق ان علي كان في المباراه اللي فاتت وان المساحه كانت ضيقه قوي. ولكن ليه حلول ثانيه؟ ليه حلول ان الوينج يدخل جوه الملعب كتير او علي يدخل جوه الملعب وينج هو اللي يطلع بره يبقى في تبادل مراكز او جيرارد غير الناحيه الثانيه وده اللي شفناه في الدقيقه 30. هو هقول لك حاجه، في برضه فرق بين جيرالدو واجاييه. اجاييه وعلي عندهم خبرات في اللعب مع بعض، لعبوا مع بعض في تونس ولعبوا مع بعض الاهلي بيتكلم 3 4 سنين مع بعض. فالامور شويه عندهم خبره المكان ده مع بعض غير ثنائيه علي وجيرالدو. ثنائيه علي وجيرالدو ممكن يكون فيها تامين اكتر، تامين ان جيرالدو دفاعيا شويه اقوى من اجاجيه، فممكن يكون فيها تامين اكتر وممكن يكون دي بيساعد علي. وبالذات كمان علي من المدافعات اللي عندهم نزعه هجوميه اكتر من اي حد في الدوري وافريقيا كلها. هو هجوميا نسبته عاليه جدا، تتكلم في 60 40 ممكن توصل 70 30. فوجود جيرالدو ممكن يكون ليه دور تاني زي ما كنت عليا اتكلم في حاجه. انت بتبني لحاجه ثانيه، الحاجه الثانيه دي انت بتلعب ورا خارج ملعبك. فبالتالي انت علي معلول مفتاح مهم جدا، مفتاح لعب مهم جدا، محتاج ان انت يبقى في حد بيغطيه بشكل كويس جدا اذا كان في تقدمه او اذا كان هو بيرجع معاه. دي نقطه مهمه جدا. جيرالدو في هو ناحيه الشمال السرعه بيبقى فيها ليها عامل اكتر من ان هو بيلعب ناحيتين في الكنترول. اللعيب اللي بيلعب على عدته بيبقى عنده كنترول اكتر، لكن لما بيلعب لجوه الملعب، لكن لما بيلعب لبره الملعب، ودي معظم الفرق اللي بتعمل كاونتر اتاك بتلعب اللعيب على عدته هو على عدته لما يكون في مساحه يروح يعمل كروس. دي اتجاهين. انا ممكن العب بين وينج واحد عنده بيلعب جوه كتير لو انا عندي استحواذ، يعني لو انا في جيرالدو هيبان في الاستحواذ ان هو لما يدخل ملعب كتير هيبان ان هو كويس. أي. لكن لو انت بتلعب كاونتر اتاك او بتلعب مع فرقه قافلها من تلت الملعب او نص الملعب، جيرالدو هيفيدك كمان ناحيه الشمال. فكده انت عندك اتجاهين ممكن تستخدم جيرالدو. طبعا جيرالدو شفناه اكتر ان هو بيلعب ناحيه اليمين احسن عشان عدلته، ولكن وجوده في الفتره دي ممكن يكون ترتيب حاجه ثانيه. ممكن تكون ترتيب جيرالدو وترتيب اجاييه لحاجه ثانيه. وجود افشه هو انا الطريقه اللي كان كلامه عليها كباتن، الحته اللي هي غريبه شويه، مش غريبه، اللي هي فيها صعوبه شويه، ان افشه هو الناحيه اليمين. افشه ما عندوش السرعات الكافيه انه يقدر يروح في المكان ده كتير، ولكن هيستغله في استغلال تاني. النادي الاهلي هو بيهاجم بيلعب بالاثنين الباكين، بيلعب على الاطراف، والاربع لعيبه اللي تحت راس الحربه والثلاثه اللي جوه والثلاثه اللي تحت راس الحربه بيلعبوا جوه الملعب. وده في دي 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 المساحه اللي بتبقى فيها صعوبه شويه على المدافعين يشتغلوا عليها. في باكات او مدربين بيشغلوا الباكات بتاعتهم ان هم يدخلوا مع الوينجين، والهافين والوينجين هم اللي يرجعوا على الباكات. فبالتالي بتلاقيه بلعب بسته، كانه بيدافع بسته بطريقه لعب 6-3-1. وفي ناس ثانيه مش ممكن ما تاخدش بالها، وفي لعيب جوه الملعب تكتيكيا مش فاهم، هتبقى سهله جدا ان اللعيب يخش يستلم من جوه وفي باكين موجودين. طب انت هتلعب مع مين؟ هتلعب مع الباك وهتلعب مع الوينج اللعيب اللي جوه الملعب. فدي برضه ليها كذا اتجاه. قفشه لما بيدخل الملعب اذا كان على طرف الاطراف بس هو جوه الملعب، دي هيبقى عنصر ايجابي. ولكن العنصر اللي فيها سلبيه شويه ان هو قفشه مش هيبقى عنده السرعه ان هو يشتغل لو هاني مش ما بيكملش، هتبقى ناقصه حته دي شويه. ميزه ان 4-2 صريح، ميزه بوجود اجاييه جوه الملعب، ولكن تبقى ميزه اكتر هتبقى ديك برضه افضل ان لو المكان قفشه عنده سرعه اكتر. فدي هي الحته بتاعت جيرالدو كلها بايجابياتها وسلبياتها، لكن هي ايجابياتها فيها ايجابيات كتير. يعني عايز اضيف نقطه بس صغيره على كلام عادل امام، ان علي بيقول لعيب اختراقات، جيرالدو لعيب اختراقات. يعني جيرالدو واحد واحد يعدي سرعته عشان يعمل كروس، وعلي بيعدي للخارج. انا بس عايز اقول ان اشراك شويه جيرالدو ناحيه الشمال، علي معلول لعيب بينطلقات واختراقات برضه، عايز يحدد وينطلق فيها وتحط له عشان يعمل ايه؟ يعمل كروس.
تركيب جونيور بقى كمان على الكلام اللي قاله عادل ولا مع بعض تونس والكلام اللي شرحه عادل كمان ان جونيور مش لعيب كرات, جونيور لعيب بلاي ميكر يلعبك, يعني انت تلعب انت من وراه وتعدي من وراه هو يلعبك, يخش جوه يحطها لك, يخش يحطها لك, راس حرب راس حرب يطلعها لك وهكذا. يعني يركبوا جمل مع بعض مختلفين, يعني اه الجمل المختلفه دي هتوصلك ان انا عارف ليه ان انت تعمل العرضيه اللي هي الكره الشهيره بتاعت علي معلول اللي هي ايه بتطلع الاسيست بره او الكره عرضيه بره. طب يعني معنى كده ان احنا ممكن نشوف لو مشيت كويس مع مستر بايلر ممكن يعمل زي ما عمل ماشي مليون في المية ويغير في المية. حسن نتيجة حد كمان خلالك احنا ممكن يقول هو يبدأ زي ما نهى في ماتش امبي, يعني خلي بالك هيلعب بنفس التشكيل بس ما يبدأش بجرالدو ناحية الشمال, يبدأ بجرالدو ناحية اليمين وقفشة يبقى هو ناحية الشمال, لان قفشة برضو ممكن يلعب علي معلول بس حتة دفاعية هتبقى فيها مشكلة شوية, لان قفشة مع علي برضو حتة دي محتاجة تقل شوية حتة دفاعية وما يدخلش قفشة شاشات رايكر ورا يبقى هيرجع تاني للكابتن علي قاله ان انا بالشكل اللي انا بلعب بيه والافراد اللي انا بلعب بيه بثانية يرجع قفشة جون اجيجي ناحية الشمال خلاص كده الحتة تاني زي الكلام اللي احنا كنا بنقوله. انت كراس حربة كابتن هاني الافضل بالنسبة لك انك تلعب لوحدك قدام ولا يكون في واحد جنبك؟ لا اكيد واحد جنبي طبعا, يعني حسب برضه الديفنس اللي بيلعب عليك كابتن ايمن, لكن لما يكون جنبك واحد بيديك اريحيه ان انت تتحرك كويس, ان انت ممكن تعمل سويتش مع الراجل اللي معاك, بتضطر ان السباك اللي معاك يرجع واحد فبيضطر ان هو بيدافع اكتر, فده بالنسبه لي يعني بيديك خطوره اكتر على الجول وبيديك فعاليه ان انت تهاجم بشكل اكبر. يعني طبعا لما يكون في واحد مثلا زي ارجعي مثلا بيلعب تحتك برضو, ده اللي احنا شفناه برضو في الشوط الثاني بالنسبه لماتش الاهلي اللي فات اللي كان مع انبي, ان الراجل كان بيزيد بيبقى سترايكر تاني مع باجي او اسكان مروان, يعني الكره هي برضو الموقف في الكره نفسه هو اللي بيحكم عليك انت ممكن تكمل وتلعب بين سترايكر تستنى الكروس من ناحيه يمين او من ناحيه شمال او ممكن تلعب بسترايكر واحد. انا بالنسبه لي شايف ان يعني على حسب حاله التيم اللي قدامك كابتن ايمن, الناس نازل يدافع ولا نازل يهاجم ولا طريقه لعبه ايه, هو لو نازل يهاجم طبعا اضطر ان انت تنزل واحد عشان نص الملعب عشان تمنع نص الملعب شويه, لكن لو الراجل نازل ان هو بيدافع ده اللي متوقعه النهارده من كابتن مختار ان هو هينزل النهارده ان شاء الله هيدافع باذن الله. فانا شايف ان الخطه المستر باير الخطه دي انا شايف ان هي مناسبه وحاسس ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هيبقى غير الماتش اللي فات خالص, الراجل هينزل النهارده متوقع ان هيبقى في تهديف ان شاء الله في الشوط الاول. بدايه المباراه كابتن علاء بغض النظر برضه النادي الاهلي هيلعب ضغط من قدام طبعا, عدم وجود عامر عامر راس مرمى فريق الانتاج النهارده هيبقى لسه في سلبي بيوصل بدايه المباراه. هي مش بدايه المباراه كل عامر من الركائز كان مختار ضربه تعليا حارس مرمى ممتاز جدا 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 مطمن من اول الانتاج ما يعني حاجه الناس كلها عارفاها ما عندنا وراه حارس مرمى مطمنك قوي وتحس ان حاجه مرمى تقيل انت بتبقى لا بتبقى مطمن يعني عندك مشاكل بس بتلعب الاربعه اللي ورا او الثلاثه اللي ورا دايما المدافع طول ما وراه حارس مرمى حاسس ان هو ما عندوش مشكله خالص, هو مطمن اساسا ما عندوش خوف ان الكره تعدي او تحصل اي مفاجاه. لكن عامل كمان في تشكيل كابتن مختار كان من الركائز الاساسيه عنده زي ما بقول لك عامل الموسم اللي فات حاجه ممتازه. وجود حارس مرمى احمد يحيى اكيد مش هيبقى زي عامر ده لازم نبقى واقعيين, يعني مش هيبقى زي عامر لكن هو كده اجتهد وجاله فرصه كده اجتهد فيها لكن مش بمستوى عامر. لكن انت بتتكلم بقى على التيم ككل, يعني حارس مرمى فردي حاجه مهمه جدا طبعا, لكن هو دايما انت بتشوف التيم ككل الفريق كله بيأدي ازاي, لان حارس المرمى ده واخر واحد بيوصل له الكوره, فانت قدام مدافعين في نص الملعب في فراغ دفاع يا اما الكوره توصل كلها كور خطيره جدا ما فيهاش مشكلته او بتوصل كور اللي هو في استطاعته ان هو يتعامل معاها, وهنا بيبان براءه حارس المرمى. حارس المرمى كبير ممكن بقى انفرادات ممكن تزيد من بره هو يبان مدى براءه الحارس ده, لو سبت نفس الفرص دي لمهاجمين النادي الاهلي على نص ملعبه مع حارس مرمى لسه مش بنفس عمل طبعا مشكله بالنسبه له هو بالنسبه له مشكله كمان خط دفاع قدام.
كابتن عادل في فروقات كبيره جدا بين الفريقين بالارقام. يعني مثلا كول والنادي الاهلي احنا مسجلين 48 هدف, الانتاج الحربي مسجل 15 هدف. يديك انت بعضي يعني دايما الاهلي من الفرق الموجوده في الدوري يا اما اقوى هجوم او اقوى دفاع, وده دي حاجه معتاده. الانتاج الحربي الفرقه بتلعب في وسط الجدول, طموح محمد هادي موجوده من في المراكز اعتقد من الرابع للثامن او من الرابع للعاشر. هم الثامن فعلا, هم الثامن. يعني ده طموحهم الفتره اللي فاتت, وفرقه من الفرق اللي تغييراته قليله, تغييراتهم حتى في المدربين سياستهم تغييراتهم قليله. المدرب دلوقتي بياخد خطوات, دي حاجات ناجحه, ويمكن ما حدش بيتكلم كتير على فكره الانتاج وكيفيه الاداره هناك. الاداره انا شايف ان الاداره مميزه, انك تفضل في خلال خمس سنين عندك اثنين مدربين اعتقد تشاور غريب اخذ فتره, وبعد كده كنت برضه اتكلم في الموسم الثالث ليه, عندهم اصرار. دي حاجه من الحاجات الكويسه. اختلاف الكفه الفرقتين في الخامات والكواليتي بتاعت اللعيبه شيء طبيعي جدا. الاهلي طول الوقت بيدور على لعيبه رقم واحد في مصر, وبيدور على لعيبه مش عشان الدوري بس, بيدور على لعيبه عشان بطوله افريقيا البطوله الاكبر. ولو انت اخذت بطوله افريقيا في بطولات ثانيه في كاس العالم انديه, طول الوقت تبني لحلم كبير, ما تبنيش لحاجه معينه. فده الفرق بين الانديه, الانديه بتبني عشان تبقى رقم واحد, وده بيبني عشان تبقى موجوده في وسط الجدول. طبيعي الامكانيات بتبقى اقل شويه, وده شيء طبيعي جدا. النادي الاهلي اقوى خط هجوم, ومعين هدف الدوري, هدف الدوري مش من النادي الاهلي, ومش راس الحربه, ودي برضه مؤشر. الناس ممكن تشوفه حاجه وحشه, بس هو حاجه كويسه. انت اقوى خط هجوم وما عندكش هدف الدوري, بس عندك معظم اللعيبه مسجله, ودي حاجه من الحاجات اللي بتحسب لمستر فايلر وتحسب للعيبه. كل اللعيبه عندها شراهه ان هي تسجل. طب المباراه اللي فاتت كان كسبك مكان الطرف, فدي حاجه كويسه. مش طول الوقت عندك لعيبه كتير عندها بدري يعني بيسجل سليمان, بيسجل كل الناس, وليد سليمان, كل الناس اللي موجوده في الملعب بتسجل. فدي حاجه من حاجات ربيعه, كل الناس سجلت اهداف. دي حاجه من الحاجات اللي تديك مؤشر ان الفرقه عندها شراهه, ما بتعتمدش على شخص بعينه او لعيب نجم او حد. فدي حاجه من الحاجات اللي قد يرفع بعض عيب, ولكن انا شايف ان هي ميزه انك طول الوقت ممكن تلاقي اي لعيب بيسجل وبيكسبك. انا هتكلم فيها مع كابتن محمد. احنا بنتكلم شويه, بنقول ان هدف النادي الاهلي وليد سليمان 6 اهداف, هو مش لعيب اساسي, هو بينزل في اوقات مباراه, وعدد اللعيبه بتاعته لا تتعدى 6 مباريات. مظبوط. نسبه قليله, ولا انت شايف ايه؟ انت بتتكلم في الموضوع ده كان عندك تعليق. هو بالنسبه لوليد, طبعا وليد مميز في الحته دي. وليد دايما الثلث الاخير اللي هو اخر 30 متر رجله على طول موجوده. يعني وليد من نوعيه اللعيبه اللي دايما لما بتكون الكوره في الجناب على الاطراف, على المعلول, محمد هاني وصلوا, هو دايما بيخش 18. دي ميزه في وليد, بالاضافه كمان انه بيحضر اللعب كويس. يعني بص تلاقي مثلا دخل على دبل باص مثلا 18, دي النقطه دي خلته دايما رغم كل الدقائق اللعبها لان هو بيسجل اهداف. يمكن شفنا قبل الكورونا كمان سجل اهداف في اوقات صعبه وفي اوقات قليله جدا لما بينزل. النقطه دي عدد اتكلم فيها جانب ايجابي فيها جانب سلبي. الجانب الايجابي بتاعها ان كل اللعيبه ده بيترجم فكر فايلر, وهو ان كله بيهاجم او كله عنده واجباته 100, وبالتالي تسجيل الاهداف متوزع 48 هدف متوزعين على مجموعه لعيبه كبيره. النقطه الثانيه هي الجانب شويه يعني عايز اقول ايه, في الماتشات الكبيره ممكن يفرق شويه حاجه, ان مفيش حد جامد, مفيش حد جامد قوي. يعني مثلا كل فرقه بتبص فيها فلان الفلاني في الفرقه, خلي بالك من ده اللي بيسجل. شويه لما توصل فرقه كبيره قبل نهائي افريقيا, نهائي افريقيا, الحاجات دي لازم عندك حد اسم. مش عايز اقول اسم, عندنا اسامي كتير. لا الريكورد بتاعه, ارقامه, البروفايل بتاعه عالي شويه عن بقيه الفرق. سريعا بقى عشان الماتش هيبتدي ان شاء الله, توقعاتنا للمباراه كابتن هاني. 3-0 الشوط الاولاني. الشوط الاول بس هنرجع تاني بعد كده. 2-0 محمد.
انا مش هقول نتيجه بس اتوقع اهداف النادي الاهلي. لا قول لك يا كابتن. لا شهر اتوقع طبعا كابتن. لا اتوقع اهداف كابتن عادل. في اهداف مباراه في اهداف مباراه الاهلي. نطلع فاصل ونرجع لكم ان شاء الله بعد الشوط الاول.